خير خير خير، شو صاير؟ فرحانة. وعلى شو فرحانة؟ فرحانة لابن أختك. شبه ابن أختي؟ تجوز. ولك ابن أختي صار له متجوز شهرين، هلأ تذكرتي تزلطي له؟ أنت أكيد صار لعالك شي. لك تجوز مرة تانية وجاب ضرة للرويدة. حاجة بقى. اي والله لازم تروح تبارك له، يعني بضل هو ابن اختك وانت خاله، بقى لازم تفرح له وتبارك له، ولا تنسى بطريقك تمر على ابو عبده شيخ الكار، تكسر عليه بكلمتين حلوين والله بيلاقيها منك قد الدنيا. هاتي الدربكه يا مو. ولشو الدربكه؟ بدنا نعمل حفله كرمال ام وطاح ابو وطاح وطاح وام عبده وابو عبده ورويدة. هادي دربكة. وطاح. شو علي مرت عمي؟ من دق على الطنجرة. زكية روح جيبي الغندرة وغندريني، لأنه هلا أنا العروس. إي لا ما بدي، امبارح أنت كنت العروس، يا مو أنا اليوم العروس. بالله شو؟ يا مو. يا مو ما عرفتي شو قصة نبيها وليش وضاح تجوزها؟ لا والله يا أمي ما عرفت. يا مو ليكون صاير شي بين وضاح ونبيها يوم اللي راح على المزرعة هو زعلان من أبوه. يو ما أجت ببالي. لا يو أعوذ بالله، أخوك ما بيعملها، هذا ابني وأنا بعرفه. يا مو قومي شوفيها ليكون بدها شيء ومستحية. عيني يا مو. يلا يلا تفضل ابن عمي تفضل. يلا يا ابي قومي البسي وحضري حالك مشان ترجعي على بيتك. الله يخليك يا أبي، خليني هون. لا يا أبي، جوزك بده ياكي، وعمك أبو وضاح وعمتك مستنين رجعتك على نار، يعني بدهن ياكي ترجعي قبل ما نتهون على الحج. لو كان جوزها بده ياها ما كان تجوز عليها. انت اسكتي يا أم عبدو. ما بقدر يا أبي، والله ما بقدر أعيش أنا ومرته بنفس البيت. خلاص يا أبي خلاص، أنا بوعدك بس نرجع من الحج إن شاء الله خلي ياخذ لبيت لحالها ساعة، لا أنت بتشوفيها ولا هي بتشوفي. منيح هيك. ايه لسه من يومين وعدت اني لا بتجوز عليها ولا بتطلع على غيرها بحياتي، هلا بتكون عم تقول عني اني خاين وكذاب.